بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير. أسعد بأن أطلع عليكم عبر نافذة الحدث الرياضي. هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا عند الاثنين والثلاثاء. نستضيف فيه نخبة من النقاد الرياضيين نحاورهم حول أهم الأحداث الرياضية اليومية. البداية مع العناوين. لجنة الحكام تستعين بأخصائي قدرات لمواجهة الضغوطات. وتشدد على كافة الحكام بعدم التواجد في مواقع التواصل الاجتماعي. الغبيني يقول رئيس نادي النصر مهني. ويؤكد الأندية سوف تعاني في السنوات القادمة. في دوري جميل الشعلة يستضيف الأهلي ونجران يلاقي الشباب. والرائد يحل ضيفا على عروبة الجوف والنهضة ينازل الاتفاق. اهلا بكم من جديد. اهلا بضيفي الكريمين معي اليوم في الاستوديو التحليلي الناقد الرياضي استاذ ابراهيم الجر الله. حياك الله استاذ ابراهيم. مساك الله بالخير لك استاذ خالد. الله يطول عمرك. شكرا لك وشكرا لبرنامجكم. الله يحييكم. ايضا ومن جده تحديدا عبر الاقمار الصناعيه او من مكه كذلك نستضيف الاستاذ والاعلامي والناقد الرياضي الاستاذ خالد صايم دار. حياك الله استاذ خالد، سعيد تواجدك. استاذ خالد يسمعني؟ الو استاذ. طيب لحد بس ما يجهز الاستاذ خالد بنرجع له. خلونا اليوم نبدا بحلقتنا اليوم. خبر اليوم عن لجنه الحكام تجتمع استثنائيا هذا اليوم برئاسه الاستاذ عمر مهنا رئيس لجنه الحكام. اقرا عليكم هذا البيان وساختصر من كثيرا. عقدت لجنه الحكام الرئيسيه لكره القدم بالقاعه الصغرى بمجمع الامير فيصل الاولمبي اجتماعا مع حكام دوري عبد اللطيف جميل والذي استمر لمده 4 ساعات، حيث بدا الاجتماع بكلمه رئيس لجنه الحكام الاستاذ عمر مهنا رحب فيها بالحكام الحاضرين عددهم 35 حكما. وقد بين المهنا للحكام اسباب عقد هذا الاجتماع مؤكدا اهميه عقد هذا الاجتماع الطارئ في هذا الوقت، وذلك لمعرفه اسباب وجود بعض الاخطاء في بعض مباريات الدوري. فيما بين الحكام المهنا الاسباب التي ادت لوقوع هذه الاخطاء. بعدها ألقيت محاضرة لمدة ساعة كاملة للدكتور إبراهيم الربيع، دكتور تنمية بشرية، أخصائي إطلاق قدرات، من أبرز ما تحدث فيه عن الضغوطات وكيفية التعامل معها، وكذلك الطرق الصحيحة للتعامل مع الإعلام والضغوطات الإعلامية، مبينا لهم أن ما يحصل حاليا يعتبر شيء طبيعي، ولكن يتوجب على كل حكم قراءة المشهد حتى يكون ذلك مؤثرا على أدائه خلال قيادة لأي مواجهة. إلى ذلك خرج الاجتماع بعدة نقاط، أهمها التعميم على جميع الحكام بعدم التواجد في مواقع التواصل الاجتماعي. وقررت أن يكون الاجتماع الشهر القادم يوم الثلاثاء 11 ربيع الآخر، يعني يكون هذا الاجتماع مغلق وبحضور الإعلام مسؤولي الأندية، ويكون مؤتمر صحفي بعد ذلك لرئيس اللجنة الأستاذ عمر مهنا الإجابة على استفسارات الإعلاميين، فيما تم التشديد على الحكام بالتواجد قبل المباراة بيوم في المنطقة التي تقام فيها أي مباراة. طيب هذا باختصار يعني البيان اليوم. أنا الآن يلتحق بي هاتفيا رئيس لجنه الحكام الاستاذ عمر المهنا. حياك الله ابو عبد العزيز، سعيد بتواجدك معي اليوم عبر اتصال هاتفي. طيب لسه ما جهز. طيب لما يجهزون الشباب بس تعطوني خبر باتصال الاستاذ عمر المهنا. بس برجع لك استاذ ابراهيم، تعليقك على البيان بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا شك ان لجنه الحكام يعني استشعرت الخطر والاخطاء اللي موجوده والضغط الاعلامي، بالذات انه تقريبا احنا على مشارف نهايه الدوري الجميل،
ونتيجة التنافس وتراكم الأخطاء وكثرتها وتأثيرها على المباريات، واضح أنه كان هناك لابد من أن يكون هناك اجتماع طارئ أو اجتماع استثنائي للجنة. طبعا كان المفترض أن هذه كلها تكون قبل بداية الموسم بأمانة. أخصائي قدرات شيء جيد، الخطوات التطويرية التي تقوم بها لجنة الحكام برئاسة الأستاذ عمر مهنا خطوات جيدة، يعني لا ننسى أنهم يحاولون صناعة جيل جديد من الحكام، لا 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 نكابر يعني بالأمانة. الحكم السعودي بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى تطوير، بحاجة إلى منح كافة الصلاحيات. أستاذ إبراهيم، خلينا في الاجتماع اليوم. طيب اعتراف اللجنة بخطئها ومحاولة تصحيحه برأيك هذا مش نقطة إيجابية بحق لجنة الحكام؟ جدا، على فكرة أصل اللجنة ما عمرها يعني اللجنة لم يعني ما عمرها أنكرت أن هناك أخطاء. خلينا نكون واقعيين، لا ننسى أنه أعمار الحكام اللي عندنا يمكن اللي ارتكب منهم أخطاء حكام جدد، يعني هو ليس دفاعا عنهم، ليس دفاعا عنهم، لكن ترى الضغوطات اللي عليهم ضغوطات كبيرة جدا. الدوري السعودي، الإعلام، من رؤساء الأندية، من الضغوطات اللي يعني حتى الحكام الأجانب، أنا يعني بلغني أنه حتى الحكام الأجانب يشعرون بهذا الضغط على الحكام السعوديين من خلال احتكاكهم معهم، ولو أنه احتكاك عابر أو احتكاك بسيط. الضغوطات اللي على الحكم السعودي ضغوطات هائلة جدا جدا، يعني يمكن أنا أكاد أشك أن هذه موجودة حتى في الدوريات الأوروبية التي تشهد تنافس وضغط كبير على الحكام. هناك أخطاء، نعم هناك أخطاء غيرت نتائج مباريات، نعم هناك عدم تأهيل بعض الحكام، نعم، ولكن يا ناس خلونا نصبر. الحكام الأجانب اللي يجون عندنا يخطئون، أنا لا أدافع عن الحكام ولا أقول إنه إن الأخطاء يعني إن المستفيد منها أندية بعينها بأسباب يعني بأسباب أخرى. الخطأ خطأ يستفيد منه نادي اليوم وبكرة. الحكام عندنا عندهم أخطاء بحاجة إلى تطوير. اجتماع اليوم كان واحد منها، يعني جيد أن هناك دكتور إبراهيم ربيعان حضر لتطوير القدرات. اللجنة لا يكفي فقط الخطأ، خلنا نكون عن الاعتراف بالخطأ، لا يكفي الاعتراف بالخطأ، لابد أن يتبعه خطوات أخرى تطويرية تصحيحية، منح الحكام يعني دورات في 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 هذا المجال. جميل. الأستاذ خالد أرحب فيك مرة ثانية. أهلا، أرحب فيك أخوي خالد وأرحب بالزميل إبراهيم الجار الله، وسعيد بتواجدي معكم. الله يحييك. إحنا نتكلم الآن أو قبل ما أطلع لك بالسؤال اسمح لي أنتقل للأستاذ عمر مهنا رئيس لجنة الحكام اللي تدخل معي الآن هاتفيا. حياك الله أستاذ عمر، وسعيد بتجاوبك مع اتصالي للمداخل اليوم معنا في البرنامج. أسألك تحديدا اليوم في اجتماعكم، وهي مثل ما أكد ضيفي الأستاذ إبراهيم الجرل أنه اجتماع إيجابي لكم اليوم، تتكلم في البيان أنه الحكام بين لكم أسباب وقوع الأخطاء اللي حدثت في المباريات السابقة، ما هي الأسباب التي ذكرها لكم الحكام؟ طيب اليوم ما محظوظ في عمره هنا انقطع الخط وبنرجع لخالد. ما أتوقع أنه بيقول لك. طيب لا بيقول إن شاء الله بعد. سري. طيب أستاذ خالد، أبي تعليقك بشكل عام اليوم على اجتماع الاستثنائي لجنة الحكام. تفضل. طبعا الاجتماعات الاستثنائية لجنة الحكام يعني أنا لا أعتبرها استثنائية. الأخطاء ليست في مباراة واحدة أو اثنين أو ثلاثة. الأخطاء لا عفوا كثيرة. الاجتماع اليوم اجتماع استثنائي. أنا طبعا لا ألوم عمر المهنة يعني ولا ألوم الحكم نفسه، أنا فاهم إنه استثنائي، لكن أنا أقول لك إنه مهما عملوا اجتماعات استثنائية تظل اجتماعات لجنة الحكام بالنسبة للشارع الرياضي ليس استثنائية، لأنه الأخطاء مكررة. الاعتراف بالخطأ أمر طبيعي، لأنه لا يقدر أن يعني لا يستطيع عمر المهنة شخصيا أن ينفي هذه الأخطاء التي يعني نشاهدها في التلفاز أمام الملأ أمام الكاميرات. أنا أعيد وأكرر، لا نحاسب عمر المهنة. هناك زي ما ذكر إبراهيم هناك ضغوطات كبيرة على الحكام، من الإعلام، من الشارع الرياضي، من الرؤساء الأندية، من شخصيات أخرى ليست ظاهرة في الصورة كشخصيات. الحكام في السعودية يعانون الأمرين، الخطأ وارد، الحكم جزء من اللعبة، دائما نكرر هذه المعلومة، ولكن هذا واقعنا لازم أن نرضى به. الكل اشتكى من الحكام في هذا الموسم، الكل استفاد
والكل تضرر، يعني توزعت الأخطاء على الكل. صعب إنه إحنا نقول عفوا، الكل استفاد، في كثير أندية استفادت من الحكام وتضررت في نفس الوقت، يعني في الموسم هذا تحديدا. الآن الهلال يشتكي، النصر يشتكي، الرائد يشتكي، الشباب يشتكي، الاتحاد يشتكي، وفي نفس الوقت أندية واجهت هذه الفرق وفي نفس الوقت أيضا تشتكي من هذه الفرق أو من الحكام التي حكمت. فالتحكيم يعني واضح أنه هناك في عدم تركيز، واضح أنه في هناك ضغوطات، لا أستطيع أن أقول أنه في إرضاء، لكن هناك ضغوطات تفقد الحكم تركيزه. نعم، اليوم التعاون ايضا، بس بقول لك عن التعاون وبرجع لك عشان تكمل، لاني بك بعد بسمع كلامك عن التعاون. اليوم التعاون رفع فاكس رسمي للاستاذ احمد عيد رئيس العام لرعايه الشباب، يعني بحاول اجز لكم بعض النقاط اللي فيه. يعني يتحدث التعاونين يقولون او اداره نادي التعاون نواجه تهجما كبيرا من قبل جماهير النادي الذين يعيشون حاله احتقان كبير تجاه ما تعرض له الفريق من اخطاء تحكيميه في مباريات عديده، يطالبوننا بعدم السكوت عن هذه الاخطاء التحكيميه التي يدفع ثمنها فريقنا الكروي خلال مبارياته الرسميه في الموسم الرياضي الحالي، والتي حرمته من تحسين مركز الفريق ضمن ترتيب الانديه الشقيقه الاخرى. في ايضا الجزء الاخر هم يطلبون، نطلب موافقه سعادتكم، سعاده الاستاذ احمد عيد رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم، يقولون نطلب موافقه سعادتكم على استقطاب وتكليف حكام اجانب من احدى الدول الاوروبيه المتقدمه في مجال التحكيم الرياضي وفق المتبع لقياده المباريات المتبقيه للفريق التي ستقام على ارضه وخارج ارضه، ضمن مباراة عبد اللطيف جميل وهي 6 مباريات، على أن يتكفل التعاون بكافة التكاليف المالية لهذا الجانب. تفضل سر رحيم. معليش يعني الخطاب هذا مع كل الاحترام والتقدير لإخواننا في نادي التعاون هو رفع العتب. يعني الجماهير الأندية الأخرى ألا تحاسب رؤساء أنديتها ومجلس إدارتها؟ هذه نقطة. النقطة الثانية أنه معروف في نظام مقرر كل فريق له 3 مباريات، يعني فريق التعاون بيخترق النظام؟ يعني معليش، يعني في خطابات، يعني خلينا نكون واقعيين منطقيين، يعني لا يمكن ان فريق التعاون يعني بمعزل عن كل هالفرق واجيبه واقول لا فريق التعاون والله فعلا ما دام انه انظلم في 3 أو 4 مباريات، وهو انظلم فعلا انظلم، اعطوه 6 مباريات. هذه هذا نظام موجود، نظام موجود. الامير عبد الرحمن سعد طالب، الامير فيصل بن تركي طالب، كل طالب. فريق التعاون عليهم ان يكونوا واقعيين. نعم وقع عليهم اخطاء، نعم وقع على غيرهم اخطاء، نعم في الرائد حتى وقع عليه اخطاء، النجران وقع عليه اخطاء، الاتحاد وقع عليه اخطاء، الهلال وقع عليه اخطاء. اللي انا اقوله بس في موضوع واحد، قد يكون النصراويين يمكن هم الوحيدين اللي ما اشتكوا، يعني بنفس الضغوطات. ليه؟ هو تغيرت الاليه. الهلال والشباب والاتحاد والاهلي كانوا سنوات ماضيه كانوا متصدرين، احيانا المتصدر ما كان يتكلم، الاخرين كانوا يضررون من الوصيف الى الاخير، كانوا هم اللي يشتكون طبعا. يعني يمكن لو لاحظنا نغمة النصراويين أو لغة النصراويين كانت السنة هذه هادية عكس السنوات الماضية لما كان إيش تشعر الفريق في المرتبة الثانية والثالثة. بمعنى أنا فلسفة الموضوع شلون؟ جميل. إنه دائما أي رئيس نادي أو أي إدارة تشعر أن هناك حرج عليها أمام جماهيرها تشتكي لجنة الحكام، أقرب طريق هو انتقاد الحكم. طيب ما اللاعب يخطئ؟ شفت الكلام هذا اكيد بيجي واحد يقول يا اخي هذا قاعد يسهل الامر، هذا قاعد يبسطه، هذا حاط رجليه في الماء ولا هو داري عن شيء. طبعا الكلام مو بصحيح، الاخطاء جزء من اللعبه زي ما قلت فضل الاستاذ خالد. اللي انا اقول شيء واحد، الان النصراويين النتائج اجبرتهم انهم يسكتون. الانديه الاخرى يعني خلينا نقول الهلال هو اكثر يعني يمكن من يمكن الفتره الاخيره من طالب هو التعاون، لانه هناك مشكله. التعاون يريد ان يتقدم مراكز حتى يستطيع ان يشترك في البطوله الاسيويه، وهذا من حقه، يحقق نتائج، وهذا ما حد يعني يسلب حقه. الهلال في 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 تنافس وصراع مع المتصدر، فبالتالي اي خطا يقع في مباراه النصر طرف فيها، الكل سيفسر انه النصر صح، النصر مستفيد، لكن ماذا هو، ما هو ذنبه؟ الاخطاء تحصل. البارح ما في حصلت اخطاء ما بين الفتح والنصر استفاد منها النصر، وفي اخطاء تضرر منها الفتح. البارح في اخطاء حصلت الهلال ضربه جزاء كما قيل في بعض التحيات، وعندكم هنا استاذ عبد الرحمن زيد قال انه هناك ضربه جزاء شو اسمه كذلك. حتى اللي انا اقوله ان الجميع اصبح هناك احتقان يعني غريب جدا، يعني انا اقول قصدك الاحتقان هذا اليوم على التحكيم في الموسم الحالي بالضبط فقط لان النصر هو متصدر؟ بصراحه لا، مو النصر ما له ذنب، الاخطاء اللي بيستفيد منها النصر ما له ذنب فيها،
هذه اخطاء حكام. لا لا انا اقصد الضغط الجماهيري والاعلامي على الحكام هالموسم، لانه النصر هو اللي في الصداره الترتيب. لا 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 مو ولا هذا يتكرر كل موسم. لا هذا يتكرر كل موسم، بس انه الموسم هذا تكرر بشكل اكبر، لانه هناك اخطاء بامانه صراحه، هناك اخطاء. يعني الاخطاء اللي وقعت السنه هذه يمكن ما شاهدناها الخمس او ست سنوات الماضيه، فكانت هذه الاخطاء وحساسيتها وانها في مراحل مختلفه، واخطاء مؤثره. يعني ضربه جزاء واضحه ما تحسب، لاعب ما يطرد وهو واضح انه لابد انه يطرد. يعني لاعب يصد كره من بيده، على فكره ترى ما اقصد حتى مباراه النصر، لا غير مباراه النصر، في مباريات اخرى حتى شاهدنا الفتح مره في مباراه امام النصر يتصدى الكره بيده مش على السعيد. صحيح. وهناك اخطاء واخطاء. اللي انا اقوله شوف، لابد نعترف بالاخطاء، اعترفنا، لما نعترف هي واقع امامنا كما قال استاذ خالد. طيب. لابد ان نعالج هذه الاخطاء برويه، ولا بد ان الجميع كما الكرة السعودية تشترك في النجاحات والبطولات، لا بد أنها لا تشترك في الإخفاقات. جميل. أستاذ خالد، أيضا كنا دائما نتحدث في الإعلام عن الاجتماع الشهري للحكام، كان كثير من النقاد لهم يعني رؤية معينة في هذا الاجتماع، بأن يكون هذا الاجتماع مغلق وأن يعقبه مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة. هل هي اللجنة تنفذ هذه المطالب الآن؟ الاجتماع الشهري القادم تعلن لجنة الحكام أنه سيكون مغلق ويعقب هذا الاجتماع مع الحكام، يعقب هذا الاجتماع يعني مؤتمر صحفي مع الإعلاميين، سيتحدث فقط في رئيس اللجنة، رأيك؟ نعم، أنا كنت من المؤيدين لأن يكون الاجتماع الخاص برئيس لجنة الحكام مع الحكام أن يكون سري. ليش؟ هناك أخطاء وهناك تبريرات وهناك أمور ومكاشفات يجب أن تكون في منأى عن الإعلام. نحن كإعلاميين وكشارع رياضي وكمتابعين للرياضة السعودية يهمنا النتائج. أنا كإعلامي أو كجمهور أو أيا كان، لا يهمني ماذا يدور في الخفاء، أنا أبحث عن الناتج النهائي. ما هو الناتج النهائي؟ ضغوطات زادت أكبر على لجنة الحكام، وجود الإعلاميين أحياناً يعني يجعل الحكم يشعر بالخجل أنه هو يعترف بخطأه. نعم، يعني نعم، تجد نعم. هناك مبررات لا داعي لها ومكابرات. دائماً هذه الاجتماعات التي يتم فيها الحساب ويتم فيها يعني تقصي الحقائق عن أسباب أخطاء حدثت، يجب أن تكون في بعيدة عن جميع الضغوطات الإعلامية. الإعلام ترى يمثل ثقل كبير وهاجس لكل من يعمل في الوسط الرياضي، من لاعبين لرؤساء أندية لكل من يعمل في الوسط الرياضي، وما في ذلك الحكام. فأنا يعني لم أكن أتمنى من عمر المهنة أن يكون بهذه الشفافية، لأنه هذا لن يخدم الحكام. والآن هي النتائج كما ذكرت، إحنا نبحث عن نتائج. الآن الاجتماع السري أو اللي حيكون أو الاستثناء اللي حيصير أو اللي صار، يعني أتوقع حيكون في مكاشفات، حيكون في أمور يعني كثيرة ستحل. نعم، داخل. نعم. هذه وهذا ما حدث فعلا. في النهاية الشارع الرياضي أو الرياضة السعودية تبحث عن حل لمشكلة التحكيم المزمنة، مشكلة مزمنة يعني من فترة، يعني ممكن من قبل ما نحن نوعي على كرة القدم، والجيل اللي قبلنا وهم يعاني من التحكيم. جميل. الظلم التحكيمي، ليس هناك ظلم، شكوى الأندية، حصول بطولات غير وجه حق، مش عارفة، كل سنة بتتكرر. وفي النهاية الأندية ليس لها ذنب، أنا كنادي ليس هناك أي عيب علي أنه الحكم يعطيني بلنتي، أنا إيش دخلني؟ أنا في النهاية ألعب وأجتهد والأخطاء يتحملها الحكم. الأندية بعيدة عن هذه الأخطاء، الحكم هو من يتحمل هذا الخطأ وهو الذي يعني يجد العتب. أنا لا أؤيد أن تكون هناك مكاشفات أمام الإعلام. جميل. أيضا أستاذ إبراهيم، اللجنة تطلب من الحكام عدم التواجد في موقع التواصل الاجتماعي، برأيك تأثير تواجد الحكام في موقع التواصل الاجتماعي كيف يؤثر على مستواهم؟ طيب قبل ما نطلع السؤال خليني أطرحه أيضا على سيد عمر مهنا. سيد عمر مهنا الآن يلتحق بهاتفيا، حياك الله أبو عبد العزيز. لا أنت حياك الله ابو عبد العزيز وسعيد بانضمامك لي هاتفيا. طيب جاهز معي الاستاذ عمر؟ طيب
يعني طيب احنا نوجه اعتذارنا على العموم للاستاذ عمر اذا كان في يعني في خطا تقني يحدث في الاتصال الهاتفي معه. اتكلم عن التواصل التواجد في تواجد الحكام في مواقع التواصل الاجتماعي كيف يؤثر على ادائهم في ارض الملعب؟ هو اكيد انه بيكون هناك عامل للتشتيت يعني من قبل بعض الحكام، يعني قضاة الملاعب اذا دخل في موضوع التواصل الاجتماعي لن يخرجوا بفائدة، انا اتوقعي كذا. دائما اللي حيتواصل معهم حيكون نقد، وخلينا نكون واقعيين عفوا، حيكون هناك شتم، حيكون هناك اتهام انه بكل انواع الاتهامات. بالتالي وش الفائده اللي بيجنيها اي حكم انه يكون له حساب في, 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 في تويتر مثلا؟ جميل، بس انت ما تقدر يعني تسكر على الحكم هذا وما تخلي احد يتكلم معاه وما تخلي احد يعني يوجه له عتاب، او يعني اي 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 شخص ممكن يتعرض للمشاكل هذه، فيجب انت تحصن حكم اصلا. انا اتفق معك، انا اقول لك انه الحكم عندنا الحكم السعودي بحاجه الى تاهيل، بحاجه الى تاهيل وصبر. خلينا نكون واقعيين اكثر، الاخطاء اللي كان يقعوا الحكام فيها قبل 20 و25 و15 سنه ترى كانت يمكن مثل هذه الاخطاء واكثر، لكن الان تطور التصوير التقني، النقل التلفزيوني، الاعادات، الكاميرات، يعني تجيب لك الشعره في الملعب، ترى هذا يعني ساهم في صعوبه او تجسيم او تضخيم الاخطاء اللي يقع فيها الحكام. الحكام الاولين كانوا يقعوا في نفس الاخطاء هذه يمكن اشد واكثر، ولكن التصوير التقني بالذات التلفزيوني هو من ساهم في تضخيم هذه الاخطاء. انا لو برر هذه الاخطاء، لكن اللي اقول شيء واحد، انه انصراف الحكم الى تويتر او الى احدى وسائل التواصل الاجتماعي، انا اتوقع انه خلينا نقيسها بالفائده والسلبيه، هل هناك لها فائده؟ يعني بالذات لانه انت عارف انا كحكم معروف وادير مباريات، طيب، ولي حساب معروف في تويتر، الكل بيدخل، الاغلب اللي بيدخلون كلهم ناقدين وشاتمين، لن يستفيد منها الحكم. انا معك انه لا يمكنني احجر على الحكم، لا يمكنني امنعه انه يكون له حساب في تويتر، في فيسبوك، في الى اخره. المبدا الاساسي يبدا من الحكم وشخصيه الحكم. الحكم الجيد مهما تعرضهم في الملاعب يتعرضون الى شتم وقذف والى اخره، المدرجات كلنا نعرف مدرجاتنا السعوديه مثل اي مدرج في العالم، هي ليست مدرجات ملائكه ابدا، فيها الكلام البذيء، فيها الكلام اللي ممكن انت طيب ما تتحمله، ولكن الحكم اذا تم بناء نفسي سليم سيكون هناك فائده لنا. جميل، خلينا ننتقل عن ملف الحكام الى ملف اخر. اليوم زميلي ناصر الشيبان التقى بالاستاذ حمود الغبيني نائب الرئيس التنفيذي للاتصال والعلاقات العامه بشركه موبايلي. طيب الآن يلتحق بي الأستاذ عمر مهنا، حياك الله أبو عبد العزيز. طيب جاهز الاتصال؟ ضمن أخطاء الحكام دي؟ طيب هذا من ضمن أخطائنا اليوم. طيب مش جاهز؟ طيب خلاص اتفقوني لو سمحتوا وقفوا الاتصال مع الأستاذ عمر واعتذروا بالنيابة عننا. تحدث أيضا عن الأستاذ حمود الغبيني اللي زميل ناصر الشمال أجرى معه يعني اللقاء، تحدث كثيرا حول قوة التفاوض ما بين الشركة وبين الأندية بشكل عام، كذلك تحدث عن قصته مع الأمير فيصل بن تركي في رعاية إحدى المباريات. في الجانب الثالث تحدث أيضا عن الهلال، العقد موبايلي سينتهي بعد 4 أشهر مع نادي الهلال، هل ستنتقل شركة موبايل إلى نادي آخر؟ هذا ما سيجيبنا عليه في الجزء الأول أستاذ حمود الغبيني. من الذي يملك خيارات أكثر في الدعاية والتسويق لنفسه من الآخر؟ الشركات عندها خيارات كثيرة، الأندية ليست عندها خيارات. لا لا لا، مو تهديد، بس أنت سألتني سؤال يعني وأنا أتكلم بطريقة موضوعية يعني أحاول أكون دقيق قدر الإمكان. الشركات تستطيع، أعطيك مثال بسيط يمكن هذا ما هو سر، شركة ما ترعى نادي ما استطاعت أن تصل اتفاق، عندها خيارات أخرى كثيرة، إنه ممكن تروح مثلا للاعبين، يعني إحنا رحنا مع رونالدو مثلا كريستيانو رونالدو، رحنا معه من برشلونة عند الإعلانات في برشلونة، يمكن أول شركة عربية أو من الشرق الأوسط تحط الكاربت الإعلان اللي جنب المرمى شفتوه. عندنا خيارات كثيرة يعني عشرات من الخيارات، لكن للأسف الأندية ما عندها خيارات في وضع الحالي، أتكلم على الأقل في وضع الحالي الآن اللي هو تفتقد إلى يعني إلى فريق تسويق متحترف، تفتقد إلى مثلا مفكرين في الاستثمار، تفتقد إلى الأندية صراحة تفتقر إلى الخيارات المتعددة، وذلك تحتاج إلى من يدعمها ماليا بشكل مباشر، والخيارات لديها قليلة. لكن احنا يجب نفكر بطريقه بناء وايجابيه،
مش طريقة سلبية، عرفت؟ يعني احنا نفكر ما هي مصلحة النادي وما هي مصلحة الشركة، تعالوا لنلتقي بالمنتصف ونحقق مصلحة الطرفين، مصلحة متبادلة، أنتم تستفيدون ماديا، تستطيعون تعزيز مواردكم المالية وتستطيعون جلب اللاعبين الجيدين والمتميزين والعالميين، وإحنا نفس الشيء نحاول أن ننشر علامتنا التجارية ودعايتنا من خلالكم، من خلال جماهيرية هذا النادي، سواء الهلال أو النصر أو الاتحاد، الأندية الأكثر جماهيرية في المملكة. حاليا إحنا ما نتكلم مع أي نادي وما تكلمنا مع أي نادي لرعاية، للرعاية مش للدعاية، وأنا قلت فرق بين الدعاية والرعاية. احترام لنادي الهلال وتقدير له، نادي الهلال يتحدث مع شركات أخرى هذا حق له، بالعكس إحنا ندعمه في الاتجاه هذا، ولكن إحنا متى ما حصل وصلنا إلى نقطة مع شريكنا الاستراتيجي الحالي إلى عدم الوصول لاتفاق مثلا، وهذا كلام سابق للأمانة، يعني إحنا مش عارف كم باقي لنا، يمكن 4 شهور في البدائل أخرى، من ضمن تلك البدائل قد نتجه إلى نادي آخر، يعني نادي مطروح هذا حق من حقوق موبايلي ومن حقوق أي شركة أنها تبحث عن مصلحتها. يعني العلاقة اللي تم يعني اللي بيني وبين نادي الهلال ليس علاقة عاطفية، ليس لأني أنا والله شجع الهلال أو النصر أو الاتحاد أو الأهلي أو الشباب، ولكن نعم العلاقة مالية ومبنية وفي مجلس الإدارة وفي قرارات وفي إدارة تنفيذية وهناك متابعين وهناك يعني إحصاءات دقيقة بهذا الخصوص. نعم دعاية، كان دعاية في مباراة واحدة، نعم كان حوالي 1 مليون ريال، كان مباراة الاتحاد والنصر، كنا نظن أن المباراة هذه سوف يعني يكون لها جماهيرية عالية جدا بحكم جماهيرية الفريقين مع بعض ومنقولة طبعا وتلفزيون ومشاهدة، ولم نصل اتفاق، يعني الاتحاد قبل بالمبلغ، النصر صراحة الأمانة كان فعلا لا يعني الأمير فيصل يعني كان جدا مهني وقال أنا حنا عندنا تصويت في مجلس الإدارة، فأنا بطرح عليهم الفكرة وخلي أحد الأخوان يكلمك ونطرح عليهم الفكرة وإذا وافقوا وافقوا ما وافقوا، فرد علي والله ثاني يوم فاعتذر قال والله ما مباراة واحدة لا، إحنا نبحث عن رعاية كاملة يعني الموسم كامل. نعم أيضاً راح نشوف الجزء الثاني من حديث الأستاذ حمود الغبيني، الجزء الثاني يتحدث فيه أيضاً عن الحقوق التي أعطتها الشركة لنادي الهلال، وتحدث أن هذه الحقوق كانت بالملي بل أكثر من ذلك. أيضاً تحدث عن هل سامي الجابر هو المدرب الوحيد الذي لم يرتدي شعار الشركة، أيضاً يتحدث عن مدى تفاؤله من عدم تفاؤله في مستقبل الاستثمار في الأندية السعودية، نشاهد. يعني الهلال له حقوق في عقده مع موبايلي ياخذها بالملي، يمكن اكثر من ملي بعد. موبايلي له حقوق مع نادي الهلال ايضا تحصل عليه، ففي احد فقرات العقد انه يلتزم الطاقم الفني من مدربين وفنيين كذا بلبس شعار موبايلي، هذا واحد. الشيء الثاني ما هو صحيح ابدا انه لا المدربين السابقين ما كانوا يلبسون موبايلي، انا ادعو من يستمع الى كلامي الان لانه يروح الانترنت ويسوي سيرش بحث ويكتب مدربي الهلال السابقين، جيرتس، كوزمن، أعتقد في اسمه هاسك و كالديرون وكذا كذا، كومبري هو الوحيد فقط اللي جلس مع الهلال حوالي 6 شهور وما لبس شعار موبايلي. إحنا مسكنا كومبري وتركنا كل 7 مدربين اللي مروا على شراكة موبايلي الهلال وتركناهم ونسيناهم ورحنا كومبيرا ما لبس. مشكلتنا مع بعض الإعلاميين، مع بعض الإعلاميين، ها بكرة طبعا حينزل منشط أغلب الإعلاميين تغير، مع بعض الإعلاميين ومع بعض من ينصب نفسه خبير في الاستثمار الرياضي وله مقالات وله أعمدة في الجرائد ويطلع في كل قناة، مرة محلل هو، مرة مستثمر، مرة خبير رياضي، مرة دكتور أكاديمي أستاذ جامعي، وإذا لم يحصل على عقد مع هالشركات هذه بدأ يمسك في المقالات ويقول لك لا تشتروا من المتاجر حقت موبايلي مثلا لأنها دخلها كل الموبايلي متاجر الهلال، لا تسوون كذا، ملابس الهلال لازم تكون من نايكي ولازم تكون من أديداس ولازم تكون مدري مين من وين،
الهلال هذا فريق عظيم جدا ويجب ان يكون لابسه من الانديه هذه، ويبدا يشتغل على الموضوع هذا. احنا لو تخلصنا من يعني من بعض هذه النماذج بصراحه، ومن مثيري الصخب الاعلامي بعض البرامج صراحه، انا اعتقد انه الجو حيهدى، الشحن حيهدى، بعض المتعصبين في بعض الاعمده والكتاب اللي صراحه يتكلموا بطريقه يعني فجه. يعني انا يعني اقرا احيانا في تويتر يعني كلام منسوب لي انا ما قلته، يعني لو ترجع لتصريحات او تسجيلات مش موجود، واحيانا يكون في حوار بيني وبين اعلامي واتكلم في كلام دقيق جدا، اجد ان المانشيت العنوان الرئيسي للحوار مختلف تماما ومش موجود اصلا في النص. مثل ايش؟ يعني امثله كثيره، يعني يمكن حصلت مو بس لي انا، انا انسان يعني موظف في شركه، لكن غيري يعني انا دخيل على الـ على الـ على الاعلام الرياضي ترى، يعني انا الحين ممكن الحين بكره نوقف الاستثمار الرياضي خلاص تختفي، يعني يختفي اسمي. لكن اتكلم عن الناس للاسف انهم محسوبين. يعني مثلا احنا نقول مثلا اقول لك احنا مثلا نقول انه جماهير الهلال لازم تدعم مثلا باقه الموج الازرق، وانه مثلا 20% او 15% من اللي عندهم باقه الموج الازرق هم الجماهير الهلاليه، والباقيين والله جو علشان ياخذون الباقه لانها رخيصه ولان اسعارها مغريه وكذا كذا. يجي انا ما هذا كلامي مثلا، وهذا اللي حصل ترى، يجي المحرر او المحاور صح التعبير ويكتب منشط جماهير الهلال بخيله، القارئ المتلقي يقرا عنوان يمكن ما عنده وقت يقرا التفاصيل، وخلاص يبني على العنوان هذا قصص وروايات واحداث ومقاطعات وما اعرف ايه ها او كذا. او تجي مثلا تقول والله 55% من مشجعي الرياضه في عام 2011 او 2010 كانوا يشجعون الهلال حسب احصائيه موبايلي. هذا الكلام حلو يتغير 55% من الشعب هلالي، يعني تماما مختلفتين. الناس تمسك الثانيه وتمشي عليها، دور ترجع للنص الاصلي ما تلقى شيء. والله انا ماني متفائل صراحه، انا احس السنوات القادمه حتعاني الانديه شوي، حتعاني الانديه. لازم يكون في تغيير جذري كبير حتى تتمكن الانديه من اعاده الثقه لدى الشركات، هذه مهمة جدا. غير كذا أنا ما متفائل صراحة السنوات القادمة إنه يكون في ضخ للأموال بالطريقة هذه. يعني نعم أستاذ خالد، يعني تحدث الأستاذ حمود الغبيني ومواقع خبرته ومواقع معايشته للاستثمار الرياضي في الأندية السعودية بأن الشركات عموما الشركات الاستثمارية هي من تملك الخيارات الأكثر، هي من تملك القوة في التفاوض. هل تشاهد ذلك على أرض الواقع فعلا؟ طبعا أول أحيي الأستاذ حمود الغبيني، من الشخصيات الجيدة في الوسط الرياضي كعقلية استثمارية. أستاذ حمود ذكر يعني نقطة أنا أشوفها جدا مهمة، عندما قال إنه الأندية لا يوجد لديها فريق تسويقي محترف ولا يوجد لديها مفكرين بالاستثمار. حقيقة هذا صحيح، يعني نجد هناك مناصب لأعضاء مجلس إدارة يقول لك هذا مسؤول استثمار، هذا ماسك التسويق، هذا يعني وماسكين هم في الأساس شغالين في أماكن يعني لا أغلبها شرهات، أغلبها شرهات. أنا عندما أكون مسؤول في نادي، عندما لا الآن فريق التسويق المحترف يغيب عن الأندية بشكل كبير، يعني أنا أعتقد أنه عبد الله بن مساعد هو المفكر الوحيد في 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 الأندية السعودية اللي استطيع أن يقود الأندية إلى استثمار يعني ليس بسيط. لكن خلاف ذلك لم نشاهد، ممكن هناك الأندية لا تساعد هؤلاء المستثمرين أو لا تساعد فريق الاستثمار في إنجاز أعماله بسبب ضيق المال. العموم هي الفكرة، أنا أتفق تماما مع حمود الغبيني إنه الأندية هي من تحتاج إلى هذه الشركات، خياراتها قليلة. يعني الآن شركة الاتصالات عندما الآن سحبت رعايتها من الاتحاد والنصر
من الاتحاد أقصد. الآن الاتحاد أصبح يعني تايه، لا يوجد شركة هناك تريد أن ترعاه، ذهب إلى دبي لاستقطاب شركات لم يستطع. فهنا الأمور جدا صعبة بالنسبة للأندية لإيجاد راعي. فأنا أعتقد أنه يعني الآن الشركات هي من تتحكم في الأندية، هي من تختار، هي من تضع شروطها. آخر نقطة بذكرها، واضح أنه العلاقة ما بين الهلال والموبايلي بدأت على نهايتها. أنا أتوقع أنه من خلال الحديث الغبيني أنه هناك عدم وفاق كامل، حيث أنه الشركة بتمنح النادي جميع مستحقاته وجميع حقوقه، في حين أنه الشركة الراعية ينقصها بعض الحقوق التي تطالب فيها كارتداء المدرب لشعار الهلال، وهذه من حقها. وذكر الغبيني أنه لا يوجد هناك علاقة عاطفية مع الهلال أو غيره، هناك استثمار، هناك مال، هناك كاش، الفريق الذي سأستفيد منه جميل سأذهب طيب. إليه جميل. أيضا بتكلمك في نفس النقطة إبراهيم، عندما يتحدث الأستاذ حمود الغبيني، وأعتقد أنه ليس بذلك الرجل الذي يلقي الكلام هكذا، يعني أعتقد أنه كلام مدروس تماما، عندما يتحدث أنه عقد موبايلي سينتهي مع الهلال بعد 4 أشهر، ويتحدث أنه يحق للنادي أيضا، يحق للشركة أن تتعاقد مع نادي آخر، ثم بعد ذلك يذكر قصة مع الأمير فيصل بن تركي يمتدحه كثيرا في ذلك، يصفه بالرجل المهني، ماذا تقرأ؟ والله أنا معلش، إن هو الأستاذ حمود الغبيني استخدم الإعلام كما أنه أنكر على الآخرين استخدام الإعلام وانتقاد موبايلي، ها، وبل أن الرجل أنا فوجئت أنه أنا كان اللي يتكلم أمامي هو رئيس تحرير إحدى الصحف حمود الغبيني وليس مسؤول في شركة موبايلي. هو يتكلم عن بعض الإعلاميين، كمان بعض الإعلاميين. المشكلة الإعلام سيتحدث في المقابل، لابد أنك أنت تقدم ما 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 يجعل الإعلام يقتنع بوجودك. طيب يعني هذه نقطة. النقطة الثانية اللي بجي برجع لسؤالك، بس طيب هذا استطرادا. طيب أنا برجع لسؤالك، نعم من حق موبايلي أنه بعد نهاية عقدها أنها ترتبط مع أي نادي آخر. لا ننسى أن هذا أسلوب تسويقي. أنا أشعر أنه هناك مغازلة نادي النصر، هذه نعم إلى حد ما، يعني قد يكون إحساسنا في غير محله. الشيء الثاني كأنه رسالة نادي الهلال، ترى نادي النصر المنافس موجود أو أي نادي آخر. موبايلي يعني